الحمد لله أكلنا وشربنا وحكينا قصة حياتنا لبعض. نشتغلوا بقى حودة ولا إيه؟ تمام يا حاج. إيه مالك؟ في إيه؟ لا مفيش، أصل الأكل بس كبس على نفسي، مش متعود أفطر بدري. هو في أحسن من الفطار بدري؟ جيلكوا ده ما بوظوش إلا الفطار ساعة الغدا، والغدا يبقى ساعة المغرب، والعشاء قبل ما تناموا جاتكوا خيبة، صحتكوا باظت وفضحتونا وبقيتوا خيخة. استنى لسه ضارب 4 أطباق بليله وكسكسي قبل ما اجيلك على طول يا حاج. طب مش كنت تقول لي وسايبني عمال احلف عليك واعزم واعزم واحلف عليك، ما تقول لي يا اخي. اصلك يا حاج قلت لي انك بتتفائل لما بتفطر مع اللي جاي يشتغل عندك اول يوم، وانا مش عايز ابقى شؤم على نفسي. برافو عليك انك صرحتني، اصل انا ما بحبش الكذب ابدا ولا الكذابين، بس ما تعملهاش تاني. حاضر يا حاج. انا هخليك تهضم في شغلانه في ربعية صغيرة. قول لي بقى، أنت ليك في الياباني؟ بصراحة يا حاج أنا لا ليا في الياباني ولا في الألماني. ما أنت عارف كل شغلي كان في ورش رشيد، واللي ماشي في رشيد الكوري، أنا في الكوري ملك. ده غير البيجو وال 28 عربيات الشعب يعني. إنما لو ركزت هتعلم. تعجبني. أصل أنا ما بحبش اللي بيفتي أبداً. الفتي ده أبشع من الكذب. ماشي. هنشوف. بص بقى. العربية دي معصلجة مع عمال الورشة كلهم، عاوزك تحط ايدك فيها، يمكن ربنا يجعل دواها على ايديك. يا مسهل يا رب. بس انا كده يعتبر اشتغلت ولا لا يا حاج؟ جدع، عشان ما بتضيعش حقك. خد اشتغل ورزق ورزقك على الله. يلا. الله ينور يا محمود. عليك يا حاج. عملت ايه عشان تدورها؟ مفيش، حساس الكرنك كان بايظ فمبرجل الموتور، غيرت الحساس فقامت معايا. يا شيخ الله. يا اسماعيل، يا اسطى اسماعيل تعالى، عاوزك. امر يا حاج. تعالى هتنبسط دلوقتي. الاسطى اسماعيل توقع الحكايه دي والله العظيم، بس كمنه متخصص في الالماني انا خفت يحط ايده فيها. برافو عليك يا اسماعيل، عرفتها لوحدك من غير ما تخش كليه الهندسه يا سيدي. باشمهندس محمود عارفه؟ ما بلاش باشمهندس دي بقى يا حاج وخليها هاست. لا باشمهندس محمود على سنه وعلى رمح. لا انا هنا مش بنقدرك عشان صلحت لي عربيه، لا ومش بننفخوه، لا ده اي عيل يعملها. احنا هنا بنقدروا العلم، انت معاك شهاده كبيره قوي يا محمود، واذا ما كنتش لقيت اللي يقدروك بره احنا هنا نقدروك. يا اخوانا يا اخوانا، الباش مهندس محمود على سنه وعلى رمح. يا اسطوات محدش يقول له يا اسطى، الباش مهندس محمود على سنه ورمح، ده خريج هندسه كبير قوي. يلا يلا كل واحد على شغله. نص اسماعيل بقى من طنطا وايده تتلف في حرير، ان شاء الله لو اتصاحبتوا نادوا بعض زي ما انتوا عايزين، يا سمعه يا حوده ان شاء الله تنادوا بعض بكلام قبيح، ما اتصاحبتوش مشوها رسمي. صباح الفل يا باشمهندس حوده، بجد الله ينور. اهو شوف اهو ساب لك الباب موارب، اعمل بقى اللي انت عايزه. باشمهندس محمود بلدياتي من رشيد. ده انا اول مره اعرف انك من رشيد يا حاج. انت هتصاحبني انا ولا ايه؟ لا يا حاج العفو، ده اسمه كلام. اذا كان هو بلدياتي وما يعرفش. تعال يا محمود عايزك، تعال قول لي يا حوده انت ساكن فين يا محمود؟ انا قاعد عند اخويا، اصله بيدرس عندكم هنا يا حاج. اه طب كويس، اصل انا بحسبك يعني بتدور على سكن. وهو اخوك ساكن فين؟ في العجم. ايوه
يا دين النبي، معقوله؟ وانت كلهم حاجيني من العجم الى الشطب، من العجم الى الشطب. لا ده مشوار يا محمود، حاجيني تعبان وهلكان وهتقرفني في الشغل، مش هينفع. لا عموما هي محلوله. انا عندي اوضه فوق السطوح جنب الورشه، جنب العماره بتاعتي بعمارتين، مسكن فيها ثلاثه من الصناعيه اللي عندنا. هما كانوا اربعه، واحد ربنا كرمه واتجوز ومشي. انما اوضه ايه فوق السطوح هواها يرد الروح، اما تشوفها هتعجبك قوي. انا كان نفسي اقعد فيها. ايه مش عاجبك السطوح يعني ولا ايه؟ بالعكس يا حاج، ده انا اساسا كيف سطوح، بس اربعه مش كتير على الاوضه. بقول لك اوضه برحه كبيره يعني، انا كان نفسي اعيش فيها. ما هو لما يشوفها حاج هيفهم قصدك. خلاص بعد ما نخلص خده معاك اسماعيل ووريه الاوضه، وان شاء الله هتعجبك. وهدومك بقى ابقى هاتها على مهلك. ربنا يخليك لينا يا حاج. طب بالنسبه للايجار؟ سيبه ما تزغدوش، هو معاه حق يسال. الايجار 100 جنيه هبقى اخصمهم منك من المرتب بتاعك اللي هتاخده من الورشه، اللي انا شخصيا ما اعرفش هيبقى كام. انت عشان صلحت لي عربيه يعني انا هكتب لك نص الورشه. جرى ايه؟ جرى ايه يا ابو حنفي؟ لا ايه؟ مش عاجبك كلامي؟ بصراحه لا، بس ما عنديش اختيار تاني يا حاج. تعجبني تعجبني، وشكلك كده هيعمر معايا كتير قوي. اصل العيال دي خيخه، كل حاجه اقولها لها لا مؤاخذه مش بقول عليك يا اسماعيل، نعم حاضر نعم حاضر، انما انت مع اصلك ان شاء الله هتعمر باذن الله. بص يا محمود، شايف العربيه اللي هناك دي؟ العربيه دي بتاعت واحد جاري ساكن في العماره اللي جنبي، ايحه على الاخر، كل شويه جبالي عشان يصلحها، كل شويه جبالي عشان يصلحها. رهوان يا حاج رهوان. لا انا مش عايزها رهوان، انا عايزك تكسحها وتجيبها على الارض، ومش عايز ميكانيكي فيك يا اسكندريه يعرف يقومها. اعتبرها قلبت قرو، ومفيش ميكانيكي فيك يا اسكندريه هيعرف يقومها يا حاج. يا أخي أنا كان نفسي يكون عندك ضمير وتقول لي لا حرام. إذا كان أنت ما رعيتش حرمة الجار هرعيها أنا يا حاج. يلا 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 كل واحد على شغله. اتفضل يا حاج، يلا مع السلامة. يا باشمهندس أنا فاهمك، تعالى. وفي إيه؟ هو كده الحاج، هو بحالات بيتحول. بقول لك أنت إيه؟ هو انت مولود بالضحكه دي ولا جات لك على كبرك عشان خلقاني؟ يا سيدي بكره تتعود عليها. قول لي الاول، ليك في الشخير؟ لا. ليك في الشخير؟ معرفش والله، بس ما تهاليش ان انا بشخر. لا مش القصد، اقصد يعني